باب الورقات في أصول الفقه تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة الحبري المدقق والبحر المحقق الجامع بين المعقول والمنقول المبين لقواعد الفروع والأصول أبي المعالي عبد الملك ضياء الدين إمام الحرمين ابن الشيخ الإمام العالم العلامة أبي محمد عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد ابن عبد الله الجويني الشافعي طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه يحل ألفاظه ويبين مراده ويبرز دقائقه ويحقق مسائله سنعود ونشرح يحرر دلائله وأرجو أن أضم إليه من الفوائد المستجادات والقواعد المحررات ما تقر به أعين أولي الرغبات قاصدا بذلك جزيل الأجر والمثوبات وسميته غاية المأمول في شرح ورقات الأصول والله أسأل بفضله العظيم العميم ورسوله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه بالنعيم إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، ذكر علماؤنا أن أما بعد يتعلق بها مباحث كثيرة، وذكر العلامة الصاوي في حاشيته على العلامة الدردير شرح الخريدة أن أما بعد يتعلق بها تسعة مباحث، يتعلق تسعة مباحث بأما بعد. أما بعد، ذكر علماؤنا أن أما بعد عبارة عن أسلوب عربي يؤتى بها لينتقل من أسلوب إلى أسلوب. أما بعد، وبعد ظرف، وللعلماء فيه كلام طويل وله أحوال متعددة. وأما بعد هي أسلوب شرطي عوض عن أسلوب شرطي، مهما يكن من شيء بعد فهذا تعليق كذا وكذا وكذا. أما حرف توكيد شرط وتوكيد وتفصيل، حرف شرط لأن حضرتك عندما تنظر في هذا الحرف وتفتح ما بداخله تجد مكانه مهما، يبقى أما حرف شرط لأنه نائب عن إيه؟ نائب عن حرف من إيه؟ كلمة من كلمات الشرط، لأن مهما إيه؟ مهما مش حرف، مهما ده اسم. مهما يكن من شيء بعد، عندما تنظر في داخل أما ستجد حرف أو كلمة شرطية، اسم شرطي. مهما يكن من شيء بعد ما تقدم ذكره فهذا تعليق، وإما أن تجعل هذا الشرط من متعلقات الشرط أو من متعلقات الجواب. كلام طويل في هذا الباب، لا نريد أن نقحم أنفسنا في هذه الصناعة اللغوية العويصة، لكن
انتبه إلى أنه حرف أريد به الشرطية، أريد به التفصيل، أريد به التأكيد. أما بعد، وبعد ظرف من الظروف التي لها أحوال متعددة، إما أن يبنى على الفتح، وإما أن يبنى على الضم، وإما أن يجر، وهكذا له أحوال متعددة معلومة في علم النحو. أما بعد، فهذا الفاء هنا جواب الشرط، يعني مهما يكن من بعد، مهما يكن من شيء بعد ما تقدم من البسملة والصلاة على رسول الله، فأقول هذا تعليق، وهذا ده الجواب، مهما يكن فهذا تعليق. والفاء واقعة في جواب الشرط، ووقوع الفاء في جواب الشرط قد يكون لازما وقد يكون مستحسنا على كلام طويل في علم العربية. فهذا، هذا إيش هو؟ هذا المشار إليه أين هو؟ أين المشار إليه؟ هل يا ترى المشار إليه ما في الذهن أم ما في الخارج؟ إن كانت المقدمة كتبت بعد تمام ونهاية الشرح، فيكون هذا أو فيكون هذه الكلمة مشارا بها إلى ما في الخارج، يعني أنه كتب الشرح ثم بعد ذلك وضع المقدمة، فتكون الإشارة إلى ما هو موجود في الخارج، يعني مهما يكن من شيء بعد ما تقدم من كذا وكذا وكذا، فهذا، هذا اللي هو إيه؟ اللي هو الشرح ده. طب إذا لم يكن الشرح المقدمة كتبت بعد نهاية الشرح، وكتبت المقدمة أولا في أحد الاحتمالات، فأين المشار إليه؟ المشار إليه ما في الذهن، إلى المعاني والشرح المستحضر داخل ذهن الإمام، فكأنه قال أما بعد فهذا، وأشار إلى ما في عقله وما في رأسه، أو أنه قال هذا وأشار إلى ما في الخارج. قد وقد، هذا تعليق، تعليق مصدر، يعني هذا تعليق، هو أراد بالتعليق ولا المعلق؟ المعلق، فأطلق المصدر وأراد به اسم المفعول، فهذا الذي وقع عليه التعليق على كتابي، فهذا معلق على كتابي. والتعليق عبارة عن وضع، يعني شروحات على المتن، فهذا تعليق على كتابي. الورقات، وقلنا قبل ذلك بأن الورقات هو اسم الكتاب الذي ألفه إمام الحرمين، وقد صرح إمام الحرمين في أول الكتاب باسمه في أصول الفقه، يعني هذا تعليق في أصول الفقه، يعني كائن وحاصل في أصول الفقه. تأليفي، التأليف هو عبارة عن جمع، ألفت الشيء يعني جمعته، يبقى ده مؤلف، يعني إيه؟ يعني مجموع، وهو قد جمعه من كتب الفن ونظمه ونسقه وأحسن فيما صنع وأجاد فيما كتب. الشيخ، الشيخ له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي، فمن معانيه اللغوية هو من بلغ الأربعين، سواء كان من أهل الفضل والعلم أو لم يكن من أهل الفضل والعلم. واصطلاحا هو من بلغ منزلة أهل الفضل والعلم يسمى شيخ. وعلى ذلك فبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي عموم وخصوص مطلق، لأنه هو بيقول الشيخ في اللغة من بلغ الأربعين، سواء كان
من أهل الفضل أو ليس من أهل الفضل، يبقى عموم وخصوص وجهي. طيب، وفي الاصطلاح لا هو من كان من أهل العلم سواء جاوز الأربعين أو لم يجاوز الأربعين. ينفرد الشيخ في اللغة في من وصل الأربعين وليس عنده شيء من العلم، وينفرد الشيخ في الاصطلاح في من بلغ درجة أهل الفضل والعلم وهو دون الأربعين، ويجتمعان في من بلغ الأربعين وكان من أهل العلم والفضل. وله جموع كثيرة، عدها شيخ الإسلام الباجوري في حاشيته الفقهية 10 جموع، شيخ أشياخ وشيوخ وشيخ وكلام كثير. والإمام، الإمام لغة هو كل متبع، والإمام في العلم هو صاحب المنهج والمدرسة التي يحتذى بها. فإمام الحرمين قد وضع مناهج علمية صار عليها من بعده، لا سيما في كتب الفقه يقولون قال الإمام، قال الإمام، وهذه طريقة الإمام، وهذا منهج الإمام، ويسير خلفه من سار، فهو صاحب منهج علمي متبع ومقتدى به سواء في الفقه، فهو صاحب النهاية، نهاية المطلب، ونهاية المطلب قد طبع في حدود 21 مجلد، عندي نسخة، وهذه النسخة لها مع قصة لأنني أخذتها خلاصة حق. طيب، وله أيضا منهج أصول متبع، وقد ألف كتاب البرهان، والبرهان منهج علمي ونسق، وألف كذلك التقريب، ألف التلخيص الذي لخص فيه تقريب، تقريب الإمام الباقلاني، وله في علم الكلام مؤلفات ومنهج وطريقة تحتذى وتقتدى. العالم، العالم هو الذي امتلأ أو علم أكثر من مسألة، يسموه عالم، علم مسألة، مسألتين، ثلاثة، يبقى هو من علم مسألة فما فوق، يسمونه عالما، يبقى ده تعليم، ده تعريف لغوي. العلامة يعني الكثير العلم، الممتلئ بالمعارف، الحبر أو الحبر، ضبطان في هذه الكلمة، يعني الممتلئ علما، وكل هذه الأوصاف هي أوصاف تفخيمية تعظيمية تدل على القيمة العلمية التي وصل إليها إمام الحرمين. المدقق من التدقيق، والتدقيق هو ذكر الشيء مع دليله والدليل مع دليل آخر. يعني عندنا في مراتب، في عندنا حاجة اسمه إيه؟ تحقيق وتدقيق. فالتحقيق معناه ذكر الشيء بدليله. طب والتدقيق ذكر هذا الدليل بدليله أيضا. ما هو الدليل قد يكون يعني مرتب على دليل آخر، يبقى إذا ذكرت الشيء مع دليله هذا تحقيق، وإذا ذكرت دليل الدليل هذا تدقيق، وإذا أحسنت في عرضه وأجدت في صياغته سمي تنميق. يبقى لدينا تحقيق وتدقيق وتنميق، وعندنا حاجة رابعة اسمها ترقيق. طب خلينا مع التحقيق، يبقى ذكر الشيء بدليله أو ذكر الشيء على الوجه الحق، لكن اللي موجود في مغني المحتاج أن التحقيق هو ذكر الشيء بدليله. طيب، والتدقيق ذكر دليل هذا الدليل، يعني أصله إيه وإلى أي شيء
يمتد. وهذا إنما يدل على العمق، إنه علم المسألة وأحاط بها، ثم أحاط بدليلها، ثم أحاط بدليل دليلها. طيب أنا عندي مثلا الوتر، الوتر مندوب، أليس كذلك؟ ما الدليل على الندب؟ حديث هل علي غيرها. يبقى ذكر الوتر مع هذا الدليل هو التحقيق. طب البحث بقى عن هذا الدليل، وهو من الذي خرجه، ثم بعد ذلك ما هي الأدوات التي استعملت في ذلك، ثم ما هو الدليل على حجية السنة، ده يبقى ذكر الدليل بالدليل. يبقى هو ده الايه؟ التدقيق، أو التدقيق على ما هو المعنى اللغوي، ده معنى اصطلاحي، على ما هو المعنى اللغوي، هو التأمل والعمق في النظر. يبقى هو مدقق، يعني ايه؟ يعني أنه لديه عمق في النظر، ولديه صواب في الرأي، ولديه إجادة في الفكر. تأمل في المسألة تأملا طويلا، وبحث فيها يعني فترات مديدة، والبحر المحقق هو بحر، ده هو كالبحر في الامتلاء والمعرفية والموسوعية، ده له في كل فن باع، قد بلغ في علم الكلام أعلى المقامات، وصار كلامه يعتمده المحققون ويستدل به العلماء الراسخون، وفي علم الفقه صار فقيها من أصحاب الوجوه، وفي الأصول كان إماما عظيما، وله مدرسة من المدارس. في اللغة هم أصحاب طبع وأصحاب ذوق، ولم يختلط لسانهم بعجمة. طب ده وفي التفسير، يعني من لديه هذه الأدوات؟ لا شك أنه مفسر. فهؤلاء لم يقفوا عند علم واحد، ولم يتسولوا على فن بعينه، ولكن برعوا في فنون متعددة. خلص الفقه أصبح فقيها وله ملكة، أصوليا وله ملكة، متكلما وله ملكة. ما هذا؟ ومش عايز تقول عليه بحر، يعني هو كالبحر، كالبحر في الامتلاء والموسوعية. المحقق، خلاص احنا قلنا التحقيق هو ايه؟ ذكر الشيء بدليله، أو ذكر الشيء على الوجه الحق. الجامع بين المعقول والمنقول، لأنه كان بارعا في العلوم العقلية، وكان بارعا في العلوم النقلية، لا سيما وأنه كان متكلما نظارا أصوليا، كل دي مات من علوم العقلية، متكلم لا علوم عقلية، نظار ألف كتاب الجدل، الجدل في علم المناظرة، وألف، والجدل جواه منطق، لا ده ما يعني له في العلوم العقلية باع كبير. والنقلية راجل كان فقيه، والفقه يعتمد على الأدلة النقلية. المبين لقواعد الفروع والأصول، بين يعني أنه شرح وفصل وفسر القواعد الفروعية والقواعد الأصولية. قواعد الفقه كان له فيها مجال لأنه اشتغل بالفقه، قواعد الأصول كان له فيها باب عظيم لأنه اشتغل بالأصول وألف المؤلفات التي سارت بها الركبان بعد ذلك. أبي المعالي عبد الملك، كل ده واضح. ابن الشيخ الإمام العالم العلامة، تكلمنا عن أبيه وأنه كان فقيها من فقهاء الشافعية،
وله مؤلفات، ومن آثاره التي بين أيدينا الآن كتاب يسمى التبصرة يتكلم فيه عن الطهارة، كتاب مجلد عظيم كده. فأبوه كان يعني فقيها، وستجد له آثار فقهية منقولة عنه، وله كتاب اسمه الفروق لأبي محمد الجويني، ولكن يعني هل هو موجود الآن؟ لعله من المفقود، لعله من الكتب المفقودة. قال بعد ذلك الجويني الشافعي: طيب الله ثراه. هذه جملة دعائية، طيب الله ثراه، يعني كأنه أراد بها أن الله سبحانه وتعالى يجعل مقامه في قبره طيبا، يعني كأنه ممسك، يعني اللهم اجعل في مكانه مسكا. يعني إيه؟ يعني اللهم ارفع درجته، اللهم اجعله في مقام حسن، واجعله في روضة من رياض الجنة. وطيب الله ثراه يعني كلمة أريد أطلق المحل وأريد الحال، مش الثرى هو اللي يطيب، ده الذي كان على الثرى هو الذي يطيب. طيب الله ثراه، يعني اللهم طيب من كان يعني ممدودا وموضوعا فوق هذا الثرى اللي هو التراب. والطيب معناه يعني اجعله في درجات مرتفعة، درجات عالية. وعندما تسمعون هذا تقولون اللهم آمين. طيب الله ثراه، أي في برزقه، وجعل الجنة في الآخرة مثواه، يعني مكانه وإقامته، لأننا انتفعنا بعلومه إلى الآن. هذا الكتاب شرح وكتاب صغير، ما زلنا نقرأ فيه فوق 15 سنة وننتفع به ونصطحبه ونحفظ المتن ونعقد امتحانات في المتن وننجح ونستدل به وإحنا بنقرأ كتب الفقه، فهذا نفع عظيم. يحل ألفاظه، حل اللفظ معناه أنه يفسر اللفظ، وكأن اللفظ مغلق حتى جاء الشرح فحل قيوده، يعني كان هذا الحل إنما يكون بعد ربط. حليت الشيء يعني إيه؟ يعني كان هذا الشيء مربوطا ثم بعد ذلك فككت خيوطه. طيب هو اللفظ بيتربط؟ أيوة، عندما لا تفهم منه شيئا يكون كالمربوط، لأن المربوط ده بيجمع بعضه إلى بعض ويجمل إجمالا لا تستطيع أن تراه رؤية كاملة تامة. فكذلك اللفظ عندما يكون مغلق يكون كالمربوط، يأتي الشرح يفك هذا المربوط ويفسره ويوضحه ويشرحه. فهو أو هذا منهج الشيخ، أنه عمد إلى الألفاظ ففسرها وحللها ووضح مشكلها ويبين مراده. بين مراده يعني المقصود من هذا اللفظ إيش، وما هو الذي يعنيه الكاتب من هذا اللفظ. فهو كلام فوق الدلالة الوضعية، حل اللفظ إنما يعمد إليه من حيث الدلالة الوضعية، وأما بيان المراد فإنه يتكلم على مقصود المصنف من هذه العبارة ومن هذا اللفظ، قد يكون فوق الدلالة الوضعية إلى الدلالة العرفية. يبين مراده، يعني مراد كاتبه مش مراد اللفظ، ما هو هنا عائد للإيه؟ يبين مراده أي مراد اللفظ، هو اللفظ مراد، ده اللفظ صاحبه هو الذي يريد. شو اقرأ كده. ولذلك علماءنا القدامى
كانوا يبذلون وقتا طويلا في شرح المقدمات. لماذا؟ لأن المقدمات كانت تبرز جملة من الفنون والعلوم، تكلم عن حقيقة وعلى المجاز وعلى الأمور المهمة المتعلقة بالصياغة العربية، ويبرز دقائقه. دقائق جمع إيه؟ جمع دقيقة، وهي التي يتوصل إليها بإعمال فكر وطول نظر. تقول المسألة دي دقيقة، يعني لا يتوصل إلى حلها وإلى فهمها إلا بإعمال فكر وطول نظر. يبرز دقائقه، يعني حضرتك لما تقرأ قد لا تصل إلى هذه المعاني التي تحتاج إلى تأمل وإمعان نظر، هذا الشرح يجليها لك، يبينها لك، يبرزها من البروز وهو الظهور. يقول لك هذه المرأة برزة، برزة يعني إيه؟ يعني ظاهرة. قال ويحقق مسائله، يعني إيه يحقق؟ يعني يذكر المسائل مع أدلتها، أو يذكر المسألة على وجهها الحق. يعني إيه بقى يذكر المسألة على وجهها الحق؟ هو المسألة لها وجه حق ووجه باطل؟ نعم، إذا ذكرت المسألة وهي غير محررة وغير منظور إلى محل النزاع فيها، فيكون ذكرها ذكرا باطلا. مثلا قول الصحابي، تقول قول الصحابي ليس بحجة على المذهب الجديد، أخطأت. لابد أن تحرر محل النزاع أولا. النزاع في إيش؟ في كذا وكذا وما لم يعلم. قال يحقق مسائله، يعني يذكر المسائل على الوجه الحق. وما هي المسائل؟ مسائل جمع مسألة، والمسألة هي مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم، يعني يقام عليه الدليل في الفن والعلم الذي تنسب إليه هذه المسألة. مطلوب خبري، مطلوب خبري أخرج المطلوب الإنشائي، الإنشاء. يبقى الوتر مندوب، مسألة، لأنها مسألة خبرية يراد قيام الدليل عليها في العلم. إيه دليلها؟ دليلها هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وهكذا. يبقى دي مسألة، المسألة مطلوب خبري برهن عليه في العلم. يحرر دلائله، يحرر والدلائل، شوف عبارة جميلة أوي، وكأن الدلائل مأسورة حتى جاء هذا الكتاب ففكها من أسرها. ده إبداع. كانت الخطبة في زمان علمائنا وفي مطالع كتبهم تظهر إمكانياتهم العلمية وصياغاتهم اللغوية وتفنناتهم واختراعاتهم في العبارات. فبيقول لك تحرر دلائله، الدلائل جمع إيه؟ جمع دليل، والدليل ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى مطلوب خبري قطعا أو ظنا. يبقى ما، يبقى شيء يمكن، ده وصفه هكذا، أنه ممكن أن نتوصل بصحيح النظر فيه إذا نظرنا من الجهة التي تفيدنا المطلوب. ما يمكن بصحيح النظر، يعني بالنظر الصحيح فيه، والنظر حركة العقل فيه، حركة النفس في المعقولات. ما يمكن بحركة النفس في المعقولات أن نتوصل إلى مطلوب خبري. يبقى إيش هو الدليل؟ شيء
إذا نظرنا فيه نظرا سليما توصلنا من خلال هذا النظر إلى مطلوب خبري، سواء كان هذا المطلوب ظنا أو قطعا. آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نظرنا إليها هنهتدي في النهاية إلى مطلوب خبري. هذا المطلوب الخبري إذا استفيد بطريقة معينة قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. ده في مشكلة تانية وهي مشكلة القطعية والظنية، دي مسألة عايزة شرح طويل، لكن هذا هو الدليل، وسيأتي الكلام بعد ذلك على الدليل لغة واصطلاحا ونشرح التعريف ده شرحا طويلا، لكن هذا يعتبر كلام في المقدمة عليه. يبقى يحرر دلائله، جمع دليل، دلائل جمع دليل، وقيل جمع دلالة، قيل هذا وقيل هذا. طب كيف يحرر الدلائل؟ تحرير الدليل معناه أنه يخلص الدليل مما عساه يشوبه، يعني يذكر لك الدليل دليلا خالصا بعيدا عن الاعتراضات. يعني كأنه يقول لك سأذكر لك الدليل ذكرا لا يعترض فيه على هذا الدليل. يبقى متى يكون الدليل غير محرر؟ إذا كان فيه مشكلة في الصياغة. رقم 2، إذا لم يذكر الدليل بقيوده وشروطه. يبقى تحرير الدليل معناه إيه؟ معناه تخليص الدليل مما عساه يكون مخلقا لوجه الدلالة وغير واضح في وجه الدلالة. وأرجو، الرجاء يعني التمني، أن أضم إليه، يعني إلى ما سبق من الفوائد، من تبعيضية، والفوائد جمع فائدة، والفائدة كما يقول الأزهري ما استفيد من علم أو مال. الفوائد المستجادات، يعني التي بلغت الغاية في الحسن. سأذكر لك فوائد بلغت الغاية في الحسن. والقواعد جمع قاعدة، أمر كلي ينطبق على ما لا ينحصر من الجزئيات. القاعدة أمر كلي ينطبق على ما لا ينحصر من الجزئيات. والقواعد المحررات، يعني القواعد المحررة يعني المذكورة ذكرا مضبوطا في الصياغة ومضبوطا كذلك في الشمولية والعمومية. أو القواعد المحررات يعني القواعد التي يعني مقام عليها الأدلة. ما تقر، أضم إليه ما، يبقى أضم ما، ما ديت يعني متعلقة بأضم، يعني أضم الشيء أو الذي. تقر به يعني تبرد به، قر به عينك في الأصل هي إيه؟ يا عبارة تقر، والإقرار ده معني إيه بقى تقر؟ يعني تقر، قالوا إن فيها نوع من الهدوء. تقر به عينك يعني عينك اللي هو المراد به أطلق الجزء وأراد به الكل، يعني تهدأ به نفسك، أي تهدأ به نفس طالب العلم التي تطلب أعلى الغايات وتطلب العلوم المحررات. ده معناها بطريقة بسيطة، لكن لما تروح تقرأ في الحواشي هيجيب لك أصل تقر، إما أنها من الثلاثي وإما أنها من الرباعي، وأصلها إيش واخد بال حضرتك، وأصلها أنها عبارة عما تبرد به دمع، يبرد به دمعة العين، لأن الدمعة حارة وهذا شيء يبرد، يبرد هذه الحرارة. كلام طويل في هذا المقام.
قال ما تقر به أعين أولي الرغبات، يعني تهدأ به النفوس. فأطلق العين هنا وأراد بها الذات، يعني تقر وتهدأ به ذوات طلبة العلم الذين يريدون الفوائد ويريدون المعاني وهكذا. ما تقر به أعين أولي الرغبات، الرغبات يعني جمع رغبة، قاصدا حال، يعني أضم حال كوني قاصدا بذلك، يعني بما أفعله من حل الألفاظ وبيان المراد وإبراز الدقائق وتحقيق المسائل وتحرير الأدلة، قاصدا بذلك يعني بما أفعله جزيل الأجر، يعني الأجر الكثير، جزيل الأجر يعني الأجر الكثير، والمثوبات جمع مثوبة. وبرضك المثوبة ما هي؟ من الثواب، يعني أنا أريد يعني أجرا وثوابا مقطوعا به وكثيرا، وكذلك أريد يعني وجه الله سبحانه وتعالى. وسميته غاية المأمول في شرح ورقات الأصول، والله أسأل لا أسأل غيره. فتقديم المفعول يدل على الحصر والقصر، يعني لا أسأل غير الله، وهذا دل على كمال التوحيد وعلى بلوغه مزيد من الشهود. والله أسأل يعني أطلب بفضله العظيم، وبفضله العظيم كأنه تعليل لأصل السؤال، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما كان عظيم الفضل كان من لوازم عظم الفضل أن يطلبه الطالبون ويسأله السائلون. فكأنه يعني الباب مفتوح، عايز يقول لك سبب السؤال إيه؟ إن ربنا عظيم الفضل وفضله عميم جزيل. طب هو هنا في الحاشية من فضله، والله أسأل من فضله العميم بفضله العظيم، هو فيه هنا بس مسألة كده تحقيقية، هو جمع بين يعني نسخ متعددة وفيها مشاكل، فأنا أرى أنه هو يعني والله أسأل من فضله العميم، ولو نسخة تانية بقى والله أسأل بفضله العظيم، لكن الجمع ما بين العظيم والعميم من حيث إنها نسخة واحدة أرى إنه هو مش دقيق. صح كده، صح صح، كلام سليم، هي دي النسخة اللي سليم، بس هو جمع ما بين نسختين مختلفتين، كان لابد أن يثبت هذه النسخة أو هذه النسخة. طب وانت عرفت منين؟ ما هو دي شغلانتي، بروح البيت بعد الدروس أقعد ما بين كتب التحقيق، الكتب والمؤلفات التي أحققها، والإنسان يعيش مع كتب العلم أحسن مما يعيش مع الناس. مش أنتوا يعني، أنتوا كتب علم برضك. ورسوله العظيم، بفضله وبرسوله، يبقى رسوله معطوف على إيه؟ على بفضله. طب لو قلنا من فضله، يعني والله أسأل من فضله العميم ورسوله، طيب يبقى هي والله أسأل بفضله العظيم وبرسوله العظيم، وده نوع من أنواع التوسل، فالتوسل كان جائز لدى العلماء وما كانش فيه مشكلة، حتى ظهرت الطائفة الوهابية المبتدعة فحرمت ما كان مستقرا في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وادعت بأن ذلك حفاظا وصيانة لحوزة التوحيد، فغيروا في دين الله. ولكن العلماء ما هم، وبرسوله وبنبيه أتوسل وهكذا. ومن الشيء العجيب أنهم جعلوا المسألة بدل منها مسألة فقهية مسألة عقدية، عقدية يعني خطر، يعني أنت لو فعلت هذا في إيمانك في شيء. فنسأل الله أن يهديهم أو أن يأخذهم.
أخذ عزيز مقتدر. أن يجعله يعني هذا الشرح خالصا، يعني أن يجعل شرحي وكتابتي وتأليفي لهذا الكتاب لوجهه الكريم لا لأحد فيه شيء. وقد أمرنا بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ده واجب علينا الإخلاص لوجهه الكريم. أطلق الوجه وأراد به الذات مجازا، يعني أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وسببا يعني، وأن يكون هذا الشرح سببا للفوز لديه، أي لدى الله سبحانه وتعالى بالنعيم، أي بجنات النعيم. وجنات النعيم أعظم المراتب فيها أن ترى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسرت الزيادة برؤية مولانا سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا جميعا نحن ووالدينا بهذه يعني الفضيلة وهذه الحسنى التي ليس بعدها شيء. إنه يعني لأنه على ما يشاء قدير، يعني أنا أسأل الله سبحانه وتعالى ذلك لأنه قدير وقادر على إنفاذ مطلوبي وعلى تحقيق سؤالي، وبالإجابة جدير. جدير يعني حقيق، وجدير أن يجيب من دعاه ويعطي من سأله، لأن خزائنه ملأة، ولأنه كريم مش زي البشر. قال المصنف رحمه الله، المصنف هو إمام الحرمين لأنه الذي صنف هذا الكتاب، أي جعله أصنافا وبوبه أبوابا وقسمه أقساما. رحمه الله جملة دعائية أريد بها الإنشاء، اللهم ارحمه، وليست خبرية حتى يعترض على ذلك المعترضون، يقولون هل اطلعتم على الغيب؟ هل اطلعتم على اللوح المحفوظ؟ نقول لا، وإنما ذكرناها في صيغة الخبر وأردنا بها الإنشاء، ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من دخله، فهذا أمر لعموم المسلمين القائمين على ذلك بأن يؤمنوا كل من دخل حرم الله الآمن. فكذلك هنا بسم الله الرحمن الرحيم، وما أدراكم ما البسملة، ففيها منافع كثيرة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، نتكلم أولا على الباء، لا سيما وأنها أول ما قابلنا من البسملة، والبسملة كما قلنا مرارا وتكرارا نحت خطي لقولك بسم الله الرحمن الرحيم. الباء فيها زائدة، زائدة يعني لا تتعلق بشيء، كأنها دخلت لتحسين اللفظ. اسم الله الرحمن الرحيم، هكذا أصل الكلام، فمدخولها مبتدأ اللي هو باسم، والخبر محذوف، يعني بسم الله، باسم الله، اسم الله، اسم الله الرحمن الرحيم كائن وحال على هذا الشرح. يعني كائن وحال على هذا الشرح، يعني بركته، بركته وخيره حال على هذا الشرح. فمدخولها مبتدأ والخبر محذوف، أو العكس، العكس اللي هو إيه؟ اللي هو إن اسم الله الرحمن الرحيم خبر ومبتدأها محذوف. فاسم، فاسم مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال آخر اسم بحركة الحرف الزائد،
حته بقى نحويه بقى يعني نذكر بقى الفوائد. مع احنا كل ما سبق ده عباره عن تمهيد. طيب يبقى الباء الميم كما قلنا لكم هي ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال الميم بحركة حرف الزيادة، فلا تحتاج أي تفرع على أنها زائدة، أنها لا تحتاج إلى ما تتعلق به. يعني إيه الكلام ده؟ هنا دخلنا في كلام العلم، كل ما سبق عبارة عن إظهار لفروسية وقوة الإمام الرملي في صياغة الخطبة. الخطبة دي عبارة عن ميدان واسع لإظهار الملكات الكلامية والصناعة اللفظية، كلها عبارة كما يقول المصريون فرض عضلات. يعني يا مولانا فرض عضلات؟ يعني إظهار قوة، إظهار براعة، إظهار فصاحة، لأن الكلام فيه من الفوائد والمجازات والتشابيه والاختيارات اللغوية ما الله به عليم. كل ذلك يدل على الفروسية اللغوية للمؤلف ولكذلك الشارح. لكن أول البسملة أول الفائدة، يعني فلا يتعلق أو فلا تحتاج إلى ما تتعلق به. يا أخوان هي المسألة بسيطة جدا، وهي إن كل حرف من الحروف، وعندنا الحروف نوعان، حرف مبنى وحرف معنى. حرف المبنى هو الحرف الذي تتكون منه مع غيره الكلمات العربية، بيسموه حرف مبنى، يعني حرف البناء. بناء يعني ايه؟ يعني هذا البناء الذي بين ذلك. يبقى الحرف عبارة عن ايه؟ عبارة عن الطوبة التي يوضع فوقها طوبة حتى يتم البناء. حرف مبنى يعني حرف يتم منه بناء الكلمات العربية. وحرف معنى يعني حرف يدل على معنى موضوع. أما حروف المباني فهي حروف لصناعة الكلمة، فيكون الإعراب ظاهر على الكلمة ولا علاقة له بقضايا الحروف، لأن الحروف دي عبارة عن القماشة. طب وحروف المباني المعاني زي إلى، زي من وعن وعلى، كل ذا كل هذه يعني موضوعة للدلالة على معان لا يظهر إلا في متعلقها. ولذلك عندنا كل حرف من الحروف المعاني له فعل يتعلق به، ووظيفة الحرف أنه ينقل المعنى المشتمل عليه الفعل وما يقوم مقامه إلى الاسم الذي بعده. فالحروف وظيفتها أنها تنقل الفعل، مش قادر أو ما يقوم مقامه، لا يستطيع أن يصل إلى الاسم بنفسه، ولكن الذي يعينه على الوصول هو الحرف. وسنضرب مثالا على ذلك. فإذا وجدت حرفا لابد وأن تلاحظ المعنى الذي ينقله. يبقى في منقول ومنقول إليه، حرف يعني في منقول وفي منقول إليه. المنقول هو الفعل وما يتعلق به، والمنقول إليه هو الاسم. يبقى وظيفة الحرف إيه؟ النقلة. يبقى الحرف عامل زي وسيلة المواصلات، خد بالك. يبقى ده اسمه إيه؟ ده اسمه النقلة. الحرف اللي بيوصلنا عبارة عن وسيلة المواصلات، عبارة عن التاكسي اللي بيوصلنا. فإذا رأيت حرفا اعلم أن هناك منقول ومنقول إليه. المنقول ده فعل أو ما يقوم مقامه، والمنقول إليه ده اسم. جميل، سنضرب مثالا على ذلك. ذهبت إلى الدرس،
الذهاب لا يصل إلى الدرس بنفسه، اللي هو الفعل ده، هذا الفعل لا يصل إلى الدرس بنفسه لأنه عاجز. طب وإيه اللي خليه ماشي على عكازين؟ الحرف. طب والحرف ده عمل إيه؟ نقل معنى الذهاب، أدي المنقولة منه، إلى الدرس المنقول إليه. يبقى هذا المعنى الذي هو الذهاب لا يستطيع أن يصل إلى الدرس بنفسه، وإنما وصل إلى الدرس بواسطة حرف إلى. ومن معاني إلى، من معاني إلى انتهاء الغاية، يعني ذهبت ذهابا انتهى إلى الدرس، عندما وصلت الدرس انتهى الذهاب. فإذا رأينا حرف جر علمنا أن حرف الجر سوف ينقل شيئا إلى ما بعده. ولا أصلبنكم في جذوع النخل. أصلب، أصلبنكم، أصلبن ده إيه؟ ده فعل، فعل يا مشايخ. أصلبن فعل مضارع، فعل مضارع ده مؤكد كمان، ده يعني اقترنت به نون التوكيد المباشرة، يعني سأقوم بتصليب مؤكد. يا له على فرعون، ده كمان لما كلمهم كلمهم بعبارة مؤكدة. هو انت فاكرين اني هصلبكم بس؟ ده انا هصلبكم بالتلاتة، ده انا هصلبكم تصليب مؤكد. ولا أصلبنكم، يبقى أصلبن، أصلبن فعل مضارع. طيب فعل مضارع ده إعرابه إيه؟ لا ده من المبنيات مش معربات، لأنه اتصل بنون التوكيد المباشرة يا مولانا. طب وفين الفاعل؟ الملعون فرعون. خد بقى، هو الفاعل. طب ومين المفعول؟ كم، اللي هم السحرة الذين آمنوا، قالوا آمنا. طيب ولا أصلبنكم، هيتصلبوا فين؟ التصليب ده عبارة عن الوضع على الجذوع وضعا معينا، يبقى انتقل التصليب بحرف فيه التي هي بمعنى على، لأن التصليب إنما يكون على مش فيه. ده كمان خلي بالك، ده فيه عبارة من الجمال بمكان، ده كأنه يقول أنا مش هصلبكم بس، ده أنا هجعل الشجر مكان توضعون بداخله. ما ده معنى فيه، ده كأنه بيقول لهم أنا هخليكم أنتم والشجر، سأجعلكم شيئا واحدا، مش هتتحطوا على الشجرة كده، لا ده أنا هخليكم جوه الشجرة، أنتم والشجرة حاجة واحدة. ايه ده؟ ايه العبارات دي؟ اقرأ، انتوا محتاجين درس تفسير. فشوف اهو التصليب انتقل، ادي التصليب اهو منتقل منه، جذوع النخل منتقل اليه. فين وسيلة المواصلات؟ على، التي عبر عنها بفيه. طيب مررت بزيد، الباء، الباء هي التي نقلت المرور من هذا الشخص إلى زيد، فزيد ممرور به. يبقى الباء هنا متعلقة بإيه؟ لأنها باء أصلية، باء أصلية مش زائدة. ما الباء إما أن تكون أصلية وإما أن تكون زائدة، فإن كانت زائدة فلا تتعلق بشيء، لأنها لم يؤتى بها للنقلة، إنما أتينا بها للتجميل والزركشة. عارفة عاملة زي إيه؟ زي الدبوس ده كده، ده حاجة جمالية كده يتجمل بها، ولا فائدة فيه إلا التجمل. طب لو أنا بقى ما عنديش الزرار ده وجايب الدبوس ده علشان خاطر
يغلق الأساور. يبقى ده له فائدة، فائدة الإغلاق والإحكام. الحرف قد يكون أتي به للزركشة فلا يتعلق بشيء، مش هيربط الاثنين ببعض، وإما ولذلك قال فلا تحتاج إلى ما تتعلق به لأنها زائدة ولأنها فقدت مهمتها الأصلية وهي النقلة. فهمنا؟ كلام جميل، ما فيش أجمل من كده. أو للاستعانة، أو لها معنى، يبقى هذا الكلام هو المقابل للزيادة وهو الأصلي. وكأنه قال الباء فيها زائدة أو للاستعانة، أو ليست بزائدة ولكن للاستعانة. فالاستعانة قبلها كلام محذوف، ممكن حضرتك كده بالقلم جوه الكتاب تضيفه يعني على حاشية الكتاب وتكتب في الآخر سين شين، تقول أو زائدة. لا مش زائدة، يبقى هي الباء فيها زائدة أو أصلية. يبقى عند قوله أو ما تتعلق به أو تكتب جنبها أو أصلية، ومن معانيها الاستعانة. طيب الاستعانة يبقى هي مش زائدة، دي أصلية. طب الأصلية الباء، الحروف يا أخوانا لا يظهر معناها إلا من خلال جملة، إلا في متعلقها، والحرف قد يكون له أكثر من معنى، وحروف المعاني قد ألف فيها العلماء مؤلفات كثيرة. من أعظم هذه المؤلفات وأوسعها نظرا وأجودها يعني حبكا وصياغة وتركيبا، مغني اللبيب للإمام المصري ابن هشام، مع أنه هو الذي تعلمنا على يديه النحو، ولذلك اعتمده الأزهر الشريف، اعتمده الأزهر الشريف، ودرس قطر الندى وشذور الذهب وأوضح المسالك، وألف أيضا ودرس في الدراسات العليا مغني اللبيب. ومغني اللبيب من أفضل كتبه وأعظمها وأنفعها وأجودها، وصاحب فكر عالي جدا فيه، وكان كثيرا جدا يستشهد بالكتاب والسنة. فايدته في بقى أنه كان تطبيقاته، مش استشهاد، تطبيقات من الكتاب والسنة. ولذلك ذكر آيات كثيرة فأفادنا كثيرا في هذه الفكرة. أما تقرأ عنده الباء من معاني حرف الباء، ذكر من 8 ل 12 حرف معنى من المعاني. الباء قد تكون للاستعانة أو للمصاحبة أو للإلساق أو لكذا أو لكذا إلى آخره، معاني كثيرة. هذه المعاني تتحدد في خلال السياق، عندما توضع في جملة مفيدة نفهم منها، إما أن تكون للإلساق، وإما أن تكون للاستعانة، وإما أن تكون للمصاحبة، وإما أن تكون للسببية، وإما أن تكون وهكذا، يتكلم على معاني، وإما أن تكون للتأكيد وهي الزائدة. طيب قلنا أنها أصلية، ما معناها؟ قال الاستعانة. الاستعانة هي عبارة عن أنها وسيلة، وسيلة كما تقول كتبت بالقلم، يبقى بقى الاستعانة اللي هي إيه؟ اللي هي بتكون واسطة بين الفعل والمنفعل. نقول بقى الكلام بقى العلم، واسطة بين الفعل والمنفعل، بين الكتابة وبين الشيء الذي كتب فيه. فالباء فيها لا تكون مقصودة لنفسها، ومن هنا قالوا بأنها ليس من الأدب أن تجعل الباء للاستعانة. لماذا؟ قالوا لأنك تجعل
اسم الله ليس مقصودا بل هو وسيلة. كيف؟ ده هو مقصد وغاية الغايات ونهاية النهايات، اسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن هشام يقول ليس من الأدب أن تجعلها للاستعانة. ليه؟ لأن الاستعانة عبارة عن الآلة. إذا آلة؟ نعم آلة. بريت بالقلم، البراية آلة، آلة لهذا، يعني وسيلة، يعني ليست مقصودة. ولذلك ليس من الأدب أن تجعلها للاستعانة، ولا وجه أصلا أن تجعلها للسببية. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالباء هنا للسببية، فبظلم أي بسبب ظلم، لكن هنا ليس هناك سبب ومسبب. الاستعانة لا ليست من الأدب، لأنها تجعل اسم الله الأعظم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة. سليم كده؟ سليم. فين هتسبب؟ فين السبب وفين بسم الله الرحمن الرحيم؟ سبب البسملة إيه؟ لا، أعمل أصنف، أصنف سبب التصنيف، سبب التصنيف البسملة. طيب ما ينفعش سببية، يعني لا أصنف إلا به. لا، السببية يعني بل حضرتك إنك أنت بتقول بأن هذا التصنيف سبب بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش كده. لكن الظلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، التحريم سببه الظلم، أنهم ظلموا فحرمنا عليهم، وكذلك أنهم صدوا عن سبيل الله فحرمنا عليهم طيبات أحلت له. أو للمصاحبة، يعني المصاحبة يعني معية، ملابسة، صاحبت الشيء، الباء هنا للمصاحبة، وكأنها يعني بدل معنى كلمة مع، كأنك قلت اسم الله الرحمن الرحيم مع التأليف، ماشي مع التأليف. ماشي مع التأليف ازاي يعني؟ يعني يسير معه لطلب البركة، لأن التسمية إنما أريدت لطرح البركة على المؤلف قاطبة. أو للمصاحبة، طيب خلاص عرفنا، إما أن تكون للاستعانة وإما أن تكون للمصاحبة. طيب أنت منذ قليل قلت بأنها متعلقة. إيش متعلقة؟ متعلقة بإيه؟ قال متعلقة بمحذوف. ما احنا مش شايفين العامل، أين العامل؟ إما أن يكون متقدما، وإما أن يكون متأخرا، وإما أن يكون عاما، وإما أن يكون خاصا. مش هنقولنا كده؟ احنا ذكرنا أوجه متعددة. يبقى إما أن يكون متقدما أو متأخرا، اثنين، وإما أن يكون عاما أو خاصا، هذه أربعة، وإما أن يكون فعلا أو ما يقوم مقامه، أدي كام؟ أدي ست. قال متعلقة بمحذوف اسم فاعل، يعني بسم الله الرحمن الرحيم اسم الفاعل منها يبقى إيه؟ ما هو أنت إما أن تجعل المتعلق عام أو تجعله خاص، وإما أن تجعله فعل أو تجعله قائم مقام الفعل. طب هيا بنا نقدر، يلا مع بعض كده يا أخوانا نقدر. أول حاجة مستعينا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ما احنا بنقول للاستعانة أو للمصاحبة، صح كده؟ فهيبقى اسم فاعل، متعلقة بمحذوف اسم فاعل، ولابد أن يكون خبر لمبتدأ محذوف،
يبقى بسم الله الرحمن الرحيم مستعين، يعني مستعين ببسم الله الرحمن الرحيم في تأليف إلى آخره، أو مصاحب لبسم الله الرحمن الرحيم في تأليفه. يبقى مستعين اسم فاعل، مصاحب اسم إيه؟ اسم فاعل. خبر مبتدأ محذوف، يعني ذلك المتعلق، خبر مبتدأ محذوف، يبقى نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم أنا مستعين سليم، لأن احنا بنقول خبر، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم أنا مستعين، بسم الله الرحمن الرحيم أنا مصاحب، تمام كده؟ تمام. أو فعل، يبقى دي الناحية التانية، إما أن تجعله يعني قائم مقام الفعل مشتق يعني، أو تجعله فعلا زي أؤلفه، بسم الله الرحمن الرحيم أؤلفه، أو بسم الله الرحمن الرحيم أبدأه، أو حال من فاعل الفعل المحذوف أو يتعلق بالحال من فاعل الفعل المحذوف اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، هيبقى مبتدئا يعني أؤلف حال كوني مبتدئا بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ متبركا أو مستعينا بالله سبحانه وتعالى. طيب، أو مصدر، يبقى بسم الله الرحمن الرحيم تأليفي، يبقى هذا تأليفي، فتأليفي تعلقت به الباء. أو مصدر مبتدأ خبره محذوف، أو مصدر متعلقة بمصدر مبتدأ خبره محذوف، يعني بسم الله الرحمن الرحيم تأليفي حاصل، أو ممكن تدفع العكس. طيب، أي ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم ثابت. ابتدائي ده إيه يا أخوانا؟ ماشي، ده مصدر أهو، ما هو بيتكلم على المصدر، ابتدائي مصدر. طب فين بقى الخبر بتاعه؟ الخبر بتاعه ثابت الذي حذف. طيب هنا بقى في مشكلة، أنتم قلتم إن المصدر لا يعمل محذوفا، وقد أعملتم المصدر محذوف، ده الإشكال، المصدر لا يعمل محذوف، ما نحذفش المصدر ونبقي عامله كما هنا. قال الكلام ده سليم ولكن ليس عاما. ليه؟ أي نعم المصدر لا يعمل في غير الجار والمجرور والظرف، يبقى المصدر لا يعمل محذوفا في كل الأحوال، ولكن في معظم الأحوال لا يعمل محذوفا. ولكن إن كان متعلق هذا المصدر المحذوف جر ومجرور أو ظرف ومظروف، يعمل المصدر حينئذ، لأنهم قد توسعوا في الجار والمجرور وفي الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. واضح؟ كلام جميل، ما أسألكوش عليه. ولا يضر على هذا حذف المصدر على هذا التخريج وعلى هذا الوجه، حذف المصدر وإبقاء معموله، المعمول اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، والمصدر هو إيه؟ ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم ثابت، لأنه يتوسع في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما. احفظ القاعدة دي، أنه يتوسع في الجار والمجرور والظرف والمظروف ما لا يتوسع في غيرهما. ومن أجل ذلك أجاز علماؤنا أن يعمل المصدر في الجر وفي الظرف محذوفا،
هنا سؤال، هو كل ده بيجيب عن أسئلة، والكتاب لطيف، كتاب سهل ومن الكتب المباركة جدا. وتقديم المعمول هنا بسم الله الرحمن الرحيم، تأليفي أو أنا أؤلف أو أنا مستعين أو أنا مبتدئ أو أنا متبرك أو أنا مصاحب، يعني هو يجاوب عن سؤال، لما جعلنا المتعلق متأخر؟ لأننا قلنا يجوز أن يكون متقدما ويجوز أن يكون متأخرا، لكننا نريد أن نفرضه متأخر حتى يتسنى تقديم لفظ الجلالة وتأخير ذلك المتعلق. لكن لما فعلتم هذا ولما مشيتم في هذا الطريق؟ هيجاوب اهو، وتقديم المعمول. يبقى احنا عندنا عامل وعندنا معمول. المعمول بسم الله الرحمن الرحيم، والعامل هو الذي تأخر، تأليفي أو أنا مؤلف أو أنا مستعين أو أنا مبتدئ أو أنا إلى آخره، اشتغل بسم الله ما شاء الله. قال لأنه أوقع. يعني أوقع يعني أدل على الاختصاص، أوقع يعني أكثر دلالة على إفادة الاختصاص، لأنه أوقع وأدخل في الاختصاص. وسنضرب على ذلك مثالا، يعني كأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا بغير هذه الجملة أبتدي، يعني شدية الاختصاص، كما في قوله بسم الله مجريها، يعني لا تجري إلا ببسم الله لا بغيره، اختصاصه، يعني أبدأ بسم الله لا بغيره. ده انت جازم، ده انت قاطع بأن البداية حتما بالله سبحانه وتعالى، فهو صاحب البداية وصاحب النهاية، وهو كل شيء في كل شيء. وأما نحن فلا شيء في لا شيء، صح كده؟ واحد يقول لك بقى انت هتعيش لنا دور سيدي محي ابن عربي؟ لا والله، هذه حقيقة لابد أن يراها المسلم بقلبه، أنك لا شيء. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله هو أنك تتبرأ من الحول ومن القوة، تتبرأ من الاعتراف بالذات، وتنكر النفس وتضعها تحت الأقدام. هو التصوف كده، مش التصوف أن ترقص في الحضرات وأن تتلو أجمل العبارات وأن تؤكل الأرز بالفتات إنما هو أن يضع الإنسان نفسه تحت قدمه، وأن يخونها، وأن يقول بأنها مصدر كل فساد ما تدفعش عنها لأنها منحطة، لابد أن تحطها. شوف الزمان يقول لك دي منحطة، منحطة يعني إيه؟ يعني محطوطة تحت القدم. إن النفس لأمارة بالسوء، هكذا، فهي دائما يعني مبدأ الدسيسة، مبدأ الفتن، مبدأ الشهوات، مبدأ الشبهات، كيف يثق الإنسان بها؟ هو كده، أنا فاهم التصوف كده، مش نقعد في حضرة بس كده ونقعد نرقص وناكل ونبوس الأيادي ونقوم، ولا كأننا بنقاتل بعد ذلك فيما بيننا على دنيا. ماذا صنع التصوف بأهله؟ إن لم يطلق المتصوفة الدنيا ثلاثا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، ما استفادوا من التصوف شيئا. فالتصوف يعلمك الطلاق، ولكن طلاق
الذي الطلاق الذي يعني العلاقة اللي فيه تضر ولا تنفع. بيقول لك طلق الدنيا لأن الدنيا زواجك بيها هيهلكك، صح ولا مش صح؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم مجريها، يعني السفينة لا تجري إلا ببسم الله الرحمن الرحيم ولا تجري بشيء آخر، لا تسير إلا بالله. وقوله يعني وكما في قوله إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، فقدم المعمول للاختصاص يعني لا نعبد إلا أنت، لأنه ده بيعلل بقى التقديم هنا. يعني لماذا قدم أهم؟ طب اسم الله أهم، أيهما أهم، اسم الله أم مجرى السفينة، العبادة التي هي فعل العبد أم المعبود الذي هو الله، أيهما أهم يا إخواني؟ بسم الله الرحمن الرحيم أنا أؤلفه، أيهما أهم، اسم الله أم المؤلف؟ اسم الله سبحانه وتعالى، لأنه أكثر أهمية لأنها الذات، وأدل على الاختصاص يعني أكثر دلالة، ولذلك جاء بأفعال التفضيل للأهمية رقم اثنين لأنها أكثر دلالة على الاختصاص، الاختصاص والحصر والقصر، أنه يختص بالبداية ولا يختص غيره بالبداية، أن البداية خاصة به، وأن جريان السفينة خاصة به، وأن العبادة خاصة به، وأدخل يعني أكثر دخولا في التعظيم، لأنك عندما تبدأ ببسم الله وتبدأ بالمعبود وتبدأ بمجري السفينة يكون ذلك يعني أكثر تعظيما وإجلالا وتوقيرا لله سبحانه وتعالى، وأوفق، أوفق يعني موافق للوجود، لأن وجوده سبحانه وتعالى لا أول له، وأما وجودك أنت فوجود حادث ووجود عارض، ولا شك أن القديم مقدم على الحادث، فأن اسمه تعالى مقدم، مقدم على كل شيء، لأنه قديم أي ذاته سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته لا لشيء آخر، والواجب هو الذي لا يحتمل الانتفاء، أقسام حكم العقل لا محالة هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم منحت لذة الأفهام، فما لا يقبل الانتفاء يكون إيه؟ يكون واجبا، وما لا يقبل الثبوت يكون مستحيلا، وما يجوز عليه هذا وذاك يكون ممكنا، وهذا هو معيار الخطاب العقلي. انتبه، شو لك أصلا أنا عقلا يعني النص ده مش موافق للعقل، عقل مين؟ ما هتسمع كلام هطل من يعني هطل يهطل هطلا، عارف الهطل يعني الحاجات اللي نازلة كده من السماء. ثم بعد ذلك أخذ هذا اللفظ وجعل علما على كلام المجانين، هطل كتير، يقول لك أصل وقوع الذبابة في الإناء ده غير يعني لا يقبله العقل، هي لا تقبله النفس، أما وقوعها ما وقعت خلاص يبقى إيه؟ يبقى ممكن، مش تقول لي ده محال، لكن تقول لي الجمع بين النقيضين، أقول لك لا، جمع الثبوت والعدم ده مستحيل، ولذلك كان وجوده واجب الوجود لذاته، وأما وجودنا الآن فهو بوجوده سبحانه وتعالى، هو الذي أوجدنا، وجودنا من حيث هو جائز. طيب سؤال رقم اثنين، باسمي لما كسرت الباء؟ فائدة، ده العلم ده حاجة جميلة،
ومن حقها أن تفتح أسوة بغيرها وسيرا مع إخوانها، لأن حق الحروف المفردة أن تفتح. فلما كسرت؟ قال حتى تدل أو يدل كس يدل كسرها على عملها. أهو كلام جميل، كتاب رائع. وإنما كسرت الباء، ومن حق حروف الحروف المفردة أن تفتح. يا سلام، لأن هي القاعدة، القاعدة في الحروف المفردة أنها مفتوحة. الواو العاطفة مفتوحة، ثا سا سنريهم، سين مفتوحة، والواو مفتوحة. كل الحروف المفردة هكذا، الحروف المفردة القاعدة فيها أنها مفتوحة، لكن خالفت الباء هذه القاعدة لحكمة لغوية، حتى تدل بكسرها على عملها. الباء إيش عملها؟ عملها الجر. لما تكسر هي تكون علامة على كسر ما بعدها. يا سلام على العلم، علم حلو، دواء القلوب وشفاء من الجهل. أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر، يبقى هي خالفت أصلها وخالفت القياس لأمرين، لأنها دائما لازمة للحرفية ولأن عملها هو الجر. طيب، كما كسرت لام الأمر، لام الأمر لتفعل كسرت ليه؟ قال لأنها هكذا لازمة الحرفية. ولام الجر لكي لا تأسوا على ما فاتكم، للناس إذا دخلت على المظهر للفرق بينها وبين لام التأكيد. لام التأكيد لتفعلن كذا مفتوح. طيب، لام الأمر مكسورة عشان نقول لك لا، هي خالفت الأصل لعلة. العلة دي إيه؟ إن خلي بالك إن في فرق ما بينها وما بين لام التأكيد، وإن اللام المكسورة دي مش هي لام التأكيد، دي حاجة تانية خالص. يعني إيه؟ قال لك يعني ديت لام الأمر ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اللام هنا إنما كسرت لأنها لام الأمر وليست هي لام التأكيد. وكذلك اللام إذا دخلت للناس على المظهر كذلك كسرت هذه اللام، حتى نقول بأنها ليست هي اللام التي تدخل للتأكيد وإنما هي اللام التي تدخل للجر. والاسم، انتهينا من الباء والحمد لله رب العالمين، والكلام فيها كثير والعمر فيها يطول، ده في الباء بس. ولذلك قيل إن معاني كتاب الله سبحانه وتعالى كلها في البسملة. الكلام ده قاله الإمام النسفي في التفسير، إن معاني كلام الله سبحانه وتعالى في البسملة، ومعاني البسملة في الباء، ومعاني الباء في النقطة. ده كلام الإمام النسفي، ذكروا العلامة الخطيب الشربيني في المغني وفي بدر الطالع وفي الإقناع وفي فتح الخالق المالك في كل مؤلفات الشيخ الخطيب. يبقى معاني كلام الله كلها في البسملة، ومعاني البسملة أودعها الله في الباء، ومعاني الباء في النقطة. واعترضوا على الكلام ده المحشين، قالوا ازاي يبقى معاني المعاني كلها في النقطة؟ ده النقطة حادثة، ده الكتابة دي ووضع النقطة دي ده وجد فين؟ لما ألقط المصحف بعد كده في عهد الحجاج ابن يوسف الثقفي،
هو اللي نقطها صح. طيب والاسم عند البصريين، البصريين جماعة علمية قامت في البصرة وتضلعت من علوم اللغة، ولها علماء ولها مصنفات ولها مدارس ولها مناهج، وقد غاص العلماء في الكلام عليهم كثيرا، وعلماء الكوفة كذلك جماعة علمية لغوية نشأت في هذا المكان ولها مؤلفات ولها مناهج ولها مدارس ولديها من يسيرون على طريقها. لذلك احنا أمة علم، حقدت علينا الأمم قاطبة لأننا أمة علم. والأمة يعني ايه؟ يعني الأمة الإسلامية، سواء الأمة الإسلامية بما فيهم الماليزي، بما فيهم المصري، بما فيهم الأندونيسي، الفطاني، الجزائري، المغربي، البريطاني، الجناني، أي حد، هذه أمة علم، ولذلك نفتخر بهذا. والاسم عند البصريين مأخوذ عندهم من السمو، والسمو هو العلو والارتفاع، وعند الكوفيين من السمة، وأصلها من وسماء، والوسم هو العلامة. ومن جعل الاسم مأخوذ من سموى، لأن الاسم مرتفع عال على مسماه، ومن جعلها من وسمة العلامة، لأن الاسم علامة ودليل على مسماه. طيب لو جعلناها من سموى، يعني من مصدر سموى، لأن الاشتقاق عند البصريين من المصادر، وعند الكوفيين من الأفعال، والراجح مذهب البصريين، وأن أصل المشتقات إنما هو المصادر لا الأفعال، لأن المصدر بسيط هو حدث بس، وأما الفعل مركب، مركب من الحدث ومن الزمان، والبسيط مقدم على المركب. اذهب كده للبحر المحيط للإمام الزركشي واقرأ البحث ده، ستمتع به امتاعا شديدا. هتلاقي في البحر المحيط لأنه بيتكلم على أصل المشتقات والفعل، وهل يدخل المصدر المجاز، وهل الفعل يدخل مجاز، وهل الحرف يدخل مجاز، وهل ده شغلانة كبيرة. والاسم عند البصريين من الأسماء الذي حذفت أعجازها. عندي حاجة يا أخوانا اسمها العجز، وعندي حاجة اسمها الصدر. الصدر اللي هو أول الكلمة، أول الاسم. العجز اللي هو نهاية الكلمة، آخر حرف. يبقى الصدر هو أول حرف، والعجز هو آخر حرف. واضح؟ واضح الحمد لله. يبقى عند البصريين هو أصلها من سموى. راحت فين الواو؟ حذفت الواو. طيب هذا المحذوف أما أول أم آخر؟ آخر. يبقى هو محذوف إيه؟ من العجز. حذفت أعجازها من الأسماء التي حذفت أعجازها، يعني عجزها. أطلق الجمع وأراد به المفرد، هي مش أكثر من أعجاز، ده هو عجز واحد اللي احنا حذفناه. ونستطيع أن نقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة إيه؟ أفرادا، باعتبار وقوع الاسم وتعدده في المحلات. الاسم المكتوب في الكتاب ده، والاسم المكتوب في الكتاب الثاني، والمكتوب في الثالث، وهكذا. دقق يلا واشتغل مع العلم كما تشاء.
فعقلك نقي كلما يعني تحدثت وقرأت واطلعت. لكثرة الاستعمال، يعني إيه لكثرة الاستعمال؟ ده إجابة عن سؤال، لماذا قلنا بأنه قد حذف منها هذا الحرف؟ قال حذفنا هذا الحرف حتى تخف الكلمة، وخفة الكلمة لأنها كثيرة الاستعمال. طيب لما أقول سموا أيسر أم عندما أقول اسم؟ اسم. طب ما أنت جايبت همزة وصل. لا ده احنا جايبينها للضرورة لكن هي ثنائية. لما نأتي بكلمة مكونة من حرفين أيسر من كلمة مكونة من ثلاث. طب عملنا كده ليه؟ علشان هي كثيرة الاستعمال دارجة، خففناها لأن اللسان ينطق بها كثيرا، أردنا التخفيف على المتكلم، خففنا الحمولة. لما تشيل أربعة في العربية ولا لما تشيل اثنين؟ لما تشيل اثنين صح كده؟ قال لكثرة الاستعمال، الاستعمال اللي هو ايه؟ التلفظ بها. انا عندي ثلاث حاجات هنتكلم عنهم بعد كده، عندي حاجة اسمها الوضع والاستعمال والحمل. الوضع والاستعمال والحمل. ايه بقى هو الوضع؟ جعل اللفظ مقابلا للمعنى. ده هو. طيب والاستعمال هو إرادة المتكلم هذا المعنى. طب والحمل هو فهم السامع للمعنى من اللفظ. هنتكلم على الوضع والحمل والاستعمال والفرق بين الثلاث. فالوضع صفة الواضع، والاستعمال صفة المتكلم، والحمل صفة السامع. مستعمل ده أنا أريد أن أتكلم بهذه الكلمة وأريد هذا المعنى. طب وأنا أحمل الكلمة بقى على يعني المحمل المطلوب، إما العرف وإما اللغة وإلى آخره. لكثرة الاستعمال طب عندي مشكلة، بقيت أوائلها أوائل هذه الكلمات على السكون. طيب إحنا حذفنا الواو، ده عملية ذهنية، بعد ذلك الكلمة ساكنة السين، كيف أنطق بالسين الساكنة؟ يبقى حينئذ لابد أن آتي بهمزة الوصل حتى أتمكن من النطق بالساكن. ولذلك يسمون همزة الوصل سلم اللسان، لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن. مستحيل أن أنت تنطق بالساكن. وأدخل عليها مبتدأ بها وبقيت، يعني إيه بقيت؟ يعني وضعت، يعني صيرت أوائل هذه الكلمات على السكون. وأدخل عليها مبتدأ بها، يعني بسبب الابتداء. مبتدأ بها ديت في نسخة أخرى، مبتدأتها لا، هي مبتدأ بها. وأدخل عليها أي بسبب الابتداء بها همزة الوصل، يعني أدخل همزة الوصل على هذه الكلمات للابتداء بها حتى يتمكن من الابتداء بها، لأن النطق بالساكن مستحيل. طيب ما الدليل على هذا؟ كل يدعي وصلا بليلة صح كده؟ طيب هات لي بقى الدليل. قال له طيب أنا عندي قاعدة لازم تحفظها، حفظناها من مشايخنا وقرأناها، عايز أعرف، أريد أن أعرف ما هو أصل هذه الكلمة، كيف أعرف؟ قالوا النسبة والتكسير والتصغير ترد الأشياء إلى أصولها.
طيب النسبة يعني إذا نسبت الكلمة إليك تعرف مدى أصلها، هتردها إلى أصلها حتى تنسبها فتعرف أصلها. تقول مثلا شلتوت، يبقى شلتوتي، يبقى هي أصلية الحمد لله من زائد. عندما تريد أن تنسب الاسم هتقول إيه؟ أهو ويشهد له تصريفه على أسامي. لا ده كمان إيه؟ ده كمان الإلجاء بيقول النسبة والتصغير وجمع التكسير، بس هو استخدم جمع التكسير، وجمع التكسير ترد الأشياء إلى أصولها، ولذلك هنا كسرها، لما كسرها يعني جمعها جمع تكسير رد إليها ما حذف منها. أسماء الألف دي أصلها واو، لكن لما فتح ما قبلها قلبت ألفا للمناسبة، لكن هي منقلبة عن الواو. وأسامي الألف اهي باردك منقلبة عن الواو. وسمي، سمي تصغير، صغر على ذلك، وأصله سم سميو، اجتمعت الواو والياء وسكنت سبقت إحداهما بالسكون فقلبت واوا، فقلبت الواو ياء، قلبت الواو ياء أهي. ومجيء سمن كهدى لغة فيه، ده بقى من قبيل الشيء بالشيء يذكر وكثرة الفائدة، وهو مشتق من السمو، سما يسمو سموا، وهو العلو بضم العين وتشديد الواو، العلو لأنه يعلو بمسماه. هذا آخر ما لدينا في يعني حصة اليوم، وهي الحصة الثانية من كتاب غاية المأمول شرح ورقات الأصول.